لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى: النظام الصحي العراقي يترنح، نقص في المستشفيات والكوادر الطبية. في يقين نت: تظاهرات ليلية في الناصرية احتجاجا على سياسة الحكومة وتعيينات وزارة النفط. في العربي الجديد: تأكيد أمريكي جديد على إعادة فتح القنصلية في القدس. في صحيفة بوليتيكو: الرئيس الإيراني الجديد يشكل معضلة أمام بايدن. في الشرق الأوسط: الفساد يطال علاجات كوفيد 19 في العراق. في القدس العربي: قتلى وجرحى بجولة جديدة من القصف المدفعي والصاروخي على إدلب وحماة. وفي شبكة CNN: البنتاغون رصد محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي. السلام عليكم. قتل إيهاب الوزني بدم بارد، وأريد لهذا الصوت الذي أصر على أن يكون واضحا وجريئا أن تخرسه الرصاصات، لكنهم نسوا أن إيهاب الوزني ومعه المئات من الضحايا باقون وسيغيب جميع القتلة. نستمع إلى جزء من مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. يؤسفني أيها السادة أن أقول وأكرر القول إن المسؤولية ليست مسؤولية موظفي الأمم المتحدة الذين يعتقدون أن البلاد تعيش أزهى عصور الديمقراطية، إنها بالأساس مسؤولية الدولة التي لا تزال عاجزة ومتفرجة على ظاهرة السيارات المضللة وكواتم الصوت، مسؤولية الدولة التي صمتت على مقتل مئات الناشطين، فبدأ هذا الصمت تشريعاً لثقافة الموت وتصدي للذين يؤمنون بأن عدو العراق ليس من سرق ثرواته وأشاع الخراب، وإنما هو الناشطين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الفساد والمفسدين. لعل من أغرب ما نمر به في هذه البلاد أن العالم يعيش عصر الفضائيات المفتوحة وثورة التكنولوجيا، ولا يعرف المواطن من يقتل أبناءه ولماذا تضع الدولة رأسها في الرمل. إن مشهد والدة إيهاب الوزني وهي تقف تحت شمس حارقة دون أن تتحرك الحكومة المحلية في كربلاء لمساعدتها يقول إن أشياء كثيرة لم تتغير، وإن هناك من لا يريد أن نمضي نحو مستقبل آمن، والدليل جرائم الاغتيال التي دائماً ما تسجل ضد مجهول، وهي تكرار لجرائم كثيرة ارتكبت وسترتكب في المستقبل وإن اختلفت التفاصيل والوجوه. فالذي حدث أن مواطناً يفقد حياته بمنتهى البساطة لأن أصحاب الدراجات النارية والكواتم يعتقدون أن قانونهم هو وحده الذي يجب أن يطبق على الجميع. إنما جرى مع أم إيهاب الوزني الثكلى هو جريمة كاملة، وستبقى عارا يلاحق الذين لا يريدون أن يسمعوا لأنينها، وسيبقى مشهدا يؤرخ له بأنه اليوم الذي غاب فيه ضمير أساسة، فلم يعد منظر امرأة كبيرة تريد أن تعرف من قتل ابنها يثير مشاعرهم مثلما يثيرها لمعان الكرسي. أزمة الولاء لسنة السلطة والعملية السياسية في العراق. كتب ماجد السمراء مقالا في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيه: الحديث حول مشاركة العرب السنة في العملية السياسية العراقية له فصول كثيرة جميعها مؤلمة ومخجلة، لا علاقة لها بمبادئ السياسة، بل هي أقرب إلى صفقات التجارة الرخيصة، حيث اكتسب هؤلاء بعضا من دروب وفنون أغلب الزعامات الشيعية في عدم الاكتراث بهموم العراقيين الذين لا انتماء ولا حب لهم للعراق، بل إن ولاءهم يبقى للحاكم الأوحد ولي الفقيه. ليس غريباً في تفصيلات الصراع الحالي بين متعاطي السياسة من السنة أن يصبح اليوم أكثر شراسة داخل قيادات الجيل الجديد المتمثل بكتلتي عزم برئاسة الخنجر وتقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وسط انتقاء من قبلهما للكوادر الاستعراضية من بعض الذين خسروا الانتخابات السابقة. يعود بعضهم مجدداً متحمساً لدوافع شخصية كالحرص على المكاسب سريعة المنال، والبعض الآخر لم يجد له عملاً أكثر وجاهة من عضوية البرلمان.
يغضون الطرف ويصمتون صمت القبور عما يحصل من مسلسل القتل والإرهاب الجسدي والنفسي ضد أهلهم وملتهم في بغداد والعظمية والطارمية والسمراء وتكريت والموصل والفلوجة الذي تمارسه بوحشية الميليشيات الولائية. فرص المناورة الدعائية محدودة لدى زعامات الكتل السنية لأن حجم الكارثة هائل في ملفات عديدة أقصاها جرف الصخر والمغيبون والمختطفون وإعادة إعمار الموصل وملفات التغيير الديمغرافي في سمرة التي أصبحت شبيهة بالتهويد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقول الكاتب: شباب المناطق الغربية لا يختلفون عن إخوتهم في محافظات الفقر الوسطى والجنوبية في رفض النظام السياسي وعصابات القتل والنهب، رغم أنهم محبطون في مشكلاتهم الشخصية العائلية بين فقدان لأب أو أم أو أخ أو بيت أو أرض زراعية في ظل هيمنة للميليشيات الإيرانية أقسى من جرائم داعش. بين سطوة الميليشيات وضعف الكاظمي ضاعت الدولة، قراءة وتحليل للكاتب حاتم الفلاحي في موقع رسام للدراسات. إن عدم قيام حكومة الكاظمي باتخاذ أي إجراء قانوني ضد القوات التابعة لميليشيات الحشد الشعبي التي قامت بتطويق المنطقة الخضراء وهددت باقتحام مقر حكومية أخرى هو دليل على العجز الحكومي، ما يدفع الميليشيات إلى الإغالة أكثر في إهانة الحكومة والدولة ومؤسساتها الأمنية والقانونية، علماً بأن ما جرى هو انقلاب على الدولة والدستور تصل عقوبته حسب القانون العسكري العراقي إلى الإعدام. الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على ضعف الحكومة وعدم قدرتها على المواجهة والردع، وإلا لماذا سكت عن هذه الميليشيات؟ ولماذا سكتت الرئاسة الثلاث؟ ولماذا صمت القضاء العراقي؟ ولماذا صمتت عنها الأجهزة الأمنية المعنية بفرض الأمن والاستقرار في بغداد؟ وكيف سمح القائد العام للقوات المسلحة للسلاح المنفلت أن يقوم بتهديد الحكومة والدولة؟ ولماذا يسمح باستخدام السلاح ومقدرات الدولة ضد الدولة؟ وجميع هذه الأفعال لا تحتاج إلى أدلة يا رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للردع، لأن الأدلة فيها دامغة وحصلت أمام الجميع. حتى لو سلمنا بعدم كفاية الأدلة لإدانة مصلح، فتطويق المقر الحكومية لا يمكن تبريره يا مصطفى الكاظمي، يقول الكاتب. يعني يبدو مما تقدم بأن الاستعراض العسكري للميليشيات يحمل الكثير من الرسائل السياسية والأمنية للداخل والخارج بآن واحد، فمن الرسائل الداخلية ما تم توجيهه لحكومة الكاظمي عندما تم تطويق المنطقة الخضراء من قبل الميليشيات التي أوصلت رسالة مفادها أن هذا السلاح خارج سيطرة الدولة ولا يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأن الدولة غير قادرة على مواجهته أو السيطرة عليه وسيفرض إرادته بقوة السلاح على الجميع. لبنان وخيارات الحل الممكنة، مقال نشرته صحيفة العرب الجديد للكاتب بشار نرش، نستمع إلى جزء منه. فوضى الشارع ناتجة عن ازدياد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تفتح الباب أمام طروحات خارجية جديدة خارج المعادلة القائمة، والتي يتقدمها طرح الخاص بإيجاد آلية دولية لإدارة الأوضاع في لبنان في ظل حالة الاستعصاء في تشكيل الحكومة وتدهور الأمور الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية. ولمح لهذا الطرح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أثناء زيارته للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020، عندما تحدث عن آلية دولية لضمان استمرار الخدمات في لبنان للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار. وعلى الرغم من أن الوضع اللبناني الحالي لا يندرج ضمن الأولويات السياسية للقوى الدولية الفاعلة وهمومها، إلا أن الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للأزمة قد تدفع قوى دولية فاعلة وخصوصاً فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الدفع نحو تطبيق هذا الطرح، خصوصاً في حال انعكاس هذه الأزمة على الأوضاع الأمنية وانفلاتها، وبالتالي عدم الاستقرار الذي قد يدفع موجات هجرة لبنانية كبيرة وغير شرعية باتجاه أوروبا. في المحصلة، البحث عن مخارج داخلية للأزمة في لبنان أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، طالما أن النيات معدومة للالتقاء حول نقطة سوداء.
لذلك يبقى المحرك الوحيد لحالة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بشكل يقود إلى فوضى، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام طروحات جديدة من خارج المعادلة القائمة قد تطيح بكل الطبقة السياسية الحالية لإعادة إنتاج السلطة بأسماء وشخصيات جديدة. نشر موقع بوليتيكو تقريرا مشتركا لناحال توتسي وستيفن ليجستن، أشار فيه إلى أن الرئيس الإيراني المقبل سيكون الصداع الجديد للرئيس جو بايدن. يطالب الصقور من المسؤولين السابقين والمحللين بعدم رفع العقوبات عن الرئيس الإيراني الجديد والتي فرضت عليه بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن المسؤولين الإيرانيين يلمحون إلى أن العقوبات عليه يجب أن تكون مشمولة في العقوبات التي سترفع لو أريد العودة للاتفاقية النووية. والسؤال هو واحد من الأسئلة التي تحوم على المفاوضات التي انتهت جولتها الخامسة نهاية الأسبوع الماضي وعقدت بشكل أساسي في فيينا، حيث لعب دبلوماسيون أوروبيون دور الوسيط بين الوفد الإيراني والأمريكي اللذين لم يلتقيا وجهاً لوجه نظراً لعدم وجود علاقة دبلوماسية بين بلديهما. وحصل تقدم في المفاوضات، لكن أحداً من المشاركين لم يعبر عن استعداد للتكهن، خاصة في ظل انتخاب رئيس الذي سيعقد عملية المحادثات. قال مسؤول أمريكي مطلع: يتم التفاوض على كل شيء تحت شعار لا توافق على شيء حتى يتم التوافق عليه، وعند هذه النقطة لم يتم الاتفاق على أي شيء بسبب عدم الاتفاق على كل شيء. وأضاف: هناك عدد قليل من الخلافات العالقة ولكنها تظل الأصعب. اختيار إيران رئيساً جديداً يشكل معضلة لأمريكا، ذلك أن إبراهيم رئيسي الذي تم اختياره في انتخابات جرى التحكم بها لا يعد مجرد سياسي متشدد، فهو متهم بالمشاركة في حملة إعدامات عدد من المعتقلين السياسيين. وفرضت عليه إدارة دونالد ترامب عقوبات، وتواجه إدارة بايدن والمسؤولون الكبار فيها بمن فيهم المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي الضغوط لرفع العقوبات عنه، وهم يديرون عمليات التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أشارت فيه إلى أنه مع اندلاع الحرب في شمال أثيوبيا واتجاه المنطقة بشكل حثيث إلى أسوأ مجاعة منذ عقود، فقد وصل مبعوث أمريكي كبير إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي على أمل إقناع رئيس الوزراء أبي أحمد بإخراج بلاده من دوامة مدمرة يخشى الكثيرون أنها قد تمزقها. اتهمت قوات أبي بارتكاب مذابح واعتداءات جنسية وتطهير عرقي. وفي الأسبوع الماضي أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن تيغراي تعاني من ويلات مجاعة، وهي الأسوأ في العالم منذ وفاة 250 ألف شخص في مجاعة في الصومال قبل عقد من الزمن على حد قوله. وفي أماكن أخرى من إثيوبيا أودى العنف العرقي بحياة المئات وأجبر مليوني شخص على الفرار من ديارهم، تحول نزاع حدودي دفين مع السودان إلى مواجهة عسكرية كبيرة. حتى الانتخابات التي أجريت الاثنين والتي وصفت ذات مرة بأنها أول تصويت حر في البلاد وفرصة لطي الصفحة على عقود من الحكم الاستبدادي، سلطت الضوء فقط على الانقسامات وأثارت مخاوف قاتمة من أن مستقبل إثيوبيا نفسه مشكوك فيها. وقال أبادير إبراهيم أستاذ القانون المساعد بجامعة أديس أبابا: هذه الانتخابات إلهاء، فالدولة على حافة الهاوية وليس من الواضح ما إذا كان يمكنها تراجع، نحتاج فقط إلى تجاوز هذه الانتخابات حتى نتمكن من التركيز على تجنب وقوع الكارثة. ومن المتوقع على نطاق واسع يفوز حزب أبي أحمد الازدهار الذي تشكل عام 2019 من بقايا ائتلاف حاكم سابق في الانتخابات بسهولة. تكثر القصص والأساطير حول بئر برهوت في صحراء محافظة المهرة في شرق اليمن، ويعتقد الناس أنها مسكونة من الجن. يعتقد أن عمق الحفرة العملاقة يتراوح بين 100 و250 متراً، ويبلغ قطر فوهتها نحو 30 متراً.
وتعرف برائحة كريهة تخرج من أعماقها بحسب وكالة فرانس بريس. لا تعرف السلطات اليمنية ماذا يوجد في قعر البئر، إذ يقول مدير هيئة المساحة أو المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية صلاح بابحير إن الهيئة لم تستطع الوصول إلى عمق يفوق 50 مترا داخل هذه البئر بسبب قلة الأكسجين، ولا يصل ضوء الشمس إلى قعر الحفرة، ولا يمكن من حافتها رؤية الكثير مما فيها سوى بعض الطيور. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.